اللي يمشي في الشارع وما يسمعش صوت يكلمه من الحيوط يعتبر روحه غريب. مش ترفع الغربة على وجودك، يجب اللي عندك علاقة بالطريق، والعلاقة هذيك هي علاقة التاريخ. تونس كلها تبدلت ولدي، إذا كان عنده شعر أكحل ولا شعر أبيض. الباب والحوانت اللي كانت على يمينه وعلى يساره والسور اللي كان يتعدى من هنا، المنطقة دي كلها تاريخ. تونس من أول الدنيا مخلطة، بيبان المدينة كانوا محلولين للمسيح والأجن. تجار من العالم كامل يدوروا في البزنس متاعهم في تونس. المدينة كانت قلب العاصمة كما حكى لك الشيخ. ركز مع الحيوط، كي تتمشى غادي هالبلا قاعد تقرا في كتاب صديقي. ركز مع الحيوط والجار، خاطر كل زنقة عندها تاريخ. وفي الليل البيبان كانت تسكر حتى للفجر، واللي قاعد محصور ورا الحيوط يعمل على روحه وعلى ربي. ورا البيبان ما كان فما شيء، خلاه مخلي حتى الباردو حلق الواد ولا ريان. ما كان فما شيء، كان شارع منجي سليم ونهج البوصلة. نخدم أنا هوني، نخدم في نهج البوسطة اللي أترافير خدمتي باش أنا عرفته. نهج البوسطة اللي هو بحدة بور دو فرانس والمونجي سليم. ما كنتش نعرف الحق متاع ربي قبل النهج هذايا، بورتون بنت السونتر فيل والكل. أول مرة ندخل له أترافير الخدمة متاعي اللي هي البوبلي، نهج ياسر ممسخ ومعفن على الأخر. يقولوا له نهج البوسطة نهج لقطاتس. بالله برأس أمك داري لي الكهرباء هذه. ايه هذيك فرنساوي. ايه وديني كم ولا المس بعد عاد يا كربتي. عليه انت خينا كنضربها في يدك في على الكهرباء. شوف ما داي فرنساويه فرنساوي هو زين مولاك غير جيب امراه مولات غير مكل وكي تطلع فيها كروم عامل هادي. ايش نحوالي الناس تصور في العرايس وانت تصورهم حلو. ايش باش تعمل؟ يتلهوا بيك شوي. قد ما يحكيوا على الفسايل نتاع نهج البوسطة ويحكيوا على ما نعرف شنيا، صدقني الرسالة الوحيدة هنية هي أنا. شكون كان يسكن لهنا الحق متاع ربي ما عنديش فكرة، جوست نعرف الاسباس اللي أنا نخدم فيه اللي هو كان متاع أفوكا ألماني، وجاي عمل فيه التدريب متاعه المونجي سليم. هذاك عليه سموا النهج هذاك المونجي سليم. أنا استقريت هوني أكثر من 30 عام، أنا مهنتي نخدم فيها 50 سنة، ولكن استقريت هوني منذ 30 عام. لكن النهج هذا نعرفه لأن أنا من رواد العاصمة ولاد العاصمة، أنا نسكن في المدينة، نهبط الحفصية، نهبط باب قرطاجنة، ومن باب قرطاجنة ندخل على نهج المالطيين ريدي مالتي اللي هو تولى نهج المونجي سليم. والنهج هذا نهج المالطيين كان يجمع ما بين يهود تجار، ما بين مالط خلطنا عليهم كانت عندهم الكرارس، كانت فما يد عاملة إيطالية خاصة في البني وفي الدهينة، كانوا برشا طليان مقيمين في تونس وجاونا من قبل الاستعمار الفرنساوي بل 1881. الأوروبيين اللي بس عليهم كانوا عندهم محوم في المدينة يخدموا يسكنوا فيه، أما الزوي اللي ترسلوا يبني ورا البيبان قوري متعجة من منجي سليم قبل الاستعمار، تحكي على شارع ممسخ ريحته جيفة ينكي تصب المطر تبع تتخلط مع الخراع حشيك، شارع مكاتسين فيه مال توتليني اللي هاجوا لتونس وقت الغفل. سفارة لونجلتير كانت في باب حر، الزرشيف متاحة تحكي على الروح اللي تحت في شارع منجي سليم. الوقت ذاك نهش كان سخون وميتعدى من غادي كان اللي عنده قلب صديق، أما تبدلت الأمور كي هدوا علينا الفرنسيس وبدأوا يبنيوا في مدينة ورا الحيوط. شارع فرنسا، ليزاركاد، لافنيو، سنتروفيل كله تبني في ظرف 10 سنين. وقتها نهج البوسطة ولا شارع محترم وباب حد ولا اسمه بورت دو فرانس، بيبان المدينة تحلو وصفحة من التاريخ تسكر. Leads to the Porte de France, the principal entrance to the old city. Beyond the gate is the Place de la Bourse,
البلاس هذه اللي وراء وراء القوس اللي يسميوها بلاس لافيجري، بلاس دو لا فيكتوار، هي ساحة النصر. كان فيها كاردينال لافيجري، كاردينال لافيجري هذا جاي من لي بير بلان، بير بلان اوردر كاثوليك اتعمل في الجزائر. لافيجري عملوا له صبه هوني وشادت في يده صليب. 70 ans sont ceux de la présence française. Faut-il oublier pour cela que depuis 70 ans la route de l'avenir tunisien passe par la porte de France. والمنطقه هذه اللي يحب يقص كي بدا يجي من نهج المالطيين ما يوصلش حتى للبياصه، يسميوها البياصه البطحه، ما يوصلش حتى للبياصه باش يدور على اليسار، يقص من هنا يقول نهج بوسطه القديمه. ما يخفاكش ان احنا في الحفصيه كانت الجاليه اليهوديه تسكن غادي. كي نخرجوا باب قرطاجنة أول ما يقابلنا إنجليز أنجليكان، والحومة هذه تميزت بالتنوع فيها. أنا دارنا بابا بني يعني في ناس مسلمين عددهم 154، الأحوان كلها كانت يهود، كانت ترولوبيس، هاي كانت عندنا يعني تعمل أن ودو. بكل أري تاخذ تركب وتمشي القصبة وتعاود تدور، كانت اعتبارها بتي بارمي، الأحوان محلولة، الكباريات كأنك في صديق تونس كانوا يعيطوا لها بيتي باري، نظافة الحضارة الكيسات البافي والمستوي القوارع، عاودوا بنيو النهج والشارع اللي ورا البيت، حسنوا في ظروف المالتيين وتلي وسط البلاد كانت تغلي بالأجانب والمسيح، كل جنسية حومتها واللي مالتي كانوا شادين منجي سليم ونهج البوسط. أما احنا ما قراتناش حسابنا معاهم، الواقع كان هو بيد كما تعرفوا اليوم، فما كان يسمي منهوجة تبدل اللي يبيع في الكاكاوية ولا يبيع في الهند، وزوي اللي متحركش من بلاصته نفسهم متعيشين في الشارع يطلبوا. الدولة الفرنسوية ما كانش دولة لائكية في تعاملها معنا، احنا كان دولة عندها تقليد مسيحي وما هيش قابلة باش نقعدوا احنا مسلمين ونقعدوا احنا عرب، لأنها تعتبر وأن كيان العربي وكيان الإسلامي في ذلك الزمن يقلقها، لا تستطيع أن تدمجنا في عقليتها وفي تفكيرها. Les capitales de tribus resserrées entre leurs murailles alignent maintenant leurs quartiers modernes à l'instar des villes européennes. Royaume moyenâgeux voici 70 ans, la Tunisie est en passe d'avoir fait aujourd'hui sa révolution. Il n'est que de la regarder pour le voir. هي ما كان الحي الأوروبي هذا ما يخليوش الزنديجان يدخلوا له. ما ليش لو تانتي تدخل شارل دوغول معناها. عامل برنوس وملفوف في لحفة. وخليك تدخل شارل دوغول تي مو كان جدارمي في اول واحد تقول كاسكو فات لا اليزي بارتي واشك للمدينه ارجع للمدينه شنو جاي تعمل هون. Une jeunesse ardente se refuse à ouvrir les yeux. Elle a vécu dans un monde déjà transformé par le modernisme. كيف تعمل؟ Elle regarde sans les voir. لاكس ما بين جول فيري حتى توصل كاردينال لافيجري هذا اكس برانسيبال يشقوا ان اوتر اكس اللي هو الذي يربط بين الإقامة الفرنسوية والكنيسة. كان فما قبر الجندي المجهول توا وين موجود؟ ابن خلدون. كان هذيك فما قبر الجندي المجهول، تفهم وأن الفرنسيين كان عندهم تخطيط في الوقت ذاك، وتخطيط بالرموز مش قضية بريئة. الهوتيل ماجستيك À l'issue du dîner offert en son honneur, en présence de notables français et tunisiens, le président du conseil prend la parole. Les fils des 45 000 Tunisiens qui sont tombés sur des champs de bataille pour la liberté de la France. النقابة ريتها هكا خلاوها ما طيحوهاش. هذاك كان جيون نتاع كل بوليسية فرنسيس وجيبوه غاديك عملوا له المحضر. وبعد يعدي يقول المحكم انا خلطت على ناس مثلا مجرم او قاتل او حاجه يهزوه للسبخه هكا ملاسين بطحه كبيره وعاملين فيها فتوات
واللي يجيبوه الميليتير محكوم بالاعدام يلموا 6 7 وكل بوتو يحطوا يديه التالي وغد بعد نص ساعه يجي الجنرال تاعهم ولا يترصفوا بالبدا ويحطوا لهم بوند على عينيهم ويجبد ونساهم ونساهم وبناتهم وولادهم يتنادوا يعملوا هكا يهزوا تاعهم. صديق فرانسيس قعدوا 75 سنه صفحه من تاريخ تونس تلقى فيها الباهي والخال. كيف خرجوا هزوا معهم القوره واليهود، قعدنا جريبه صافي، خرجنا المستعمر، نسينا التاريخ وحكينا ديكتاتور، وبعد 65 سنه حريه زعما شعملنا. اولا نلغي النظام الملكي الغاء تاما، ثانيا نعلن ان تونس دوله جمهوريه. قاعد تلوج على الهويه نتاعك وهويه التونس اللي موجودين هنا. هكا ولا ثالثا نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر. ويولي عندك كما قلت لك حديث نفس مع كل حدث حصل في التاريخ. ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية. تاريخ يتكلم مش انت. لا يتقعد لم وايد.